تنضم معنا للحديث في هذا الموضوع من العاصمة الأردنية عمان الأستاذة إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذة إيناس. وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق يكشف عن وجود أكثر من مليون أسرة فقيرة تقدمت بطلبات للحصول على المعونات الحكومية في بلد يعني غني بالثروات كالعراق، ماذا يعني ذلك؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني في البداية ذكر التقرير الرسمي أعداد مثل مليون فقير أو مليون شخص مواطن فقير في العراق، ولكن فعليا يعني هذه الأرقام يعني في تزايد مستمر نظرا لاستمرار الانتهاكات واستمرار الوضع المأساوي لكافة المواطنين في العراق. فعليا يعني عند قراءة هذه الأرقام يعني نجد بأنه لا يوجد جهود حكومية كافية لتخفيف معاناة هؤلاء الأشخاص، على الرغم من أن القانون الدولي قد جاء واضحا بإلزامية الدول لتوفير الحياة الكريمة. نص القانون الدولي على أن لكل شخص الحق في الكرامة، وأن على الدولة أن تحمي هذا الحق وأن تقوم بتوفير كافة السبل لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين. أيضا يعني بوجود العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أيضا الدول الأطراف في هذا العهد يجب عليها أن توفر لكل الأفراد إمكانية الوصول إلى أسباب الكسب الرزق وأيضا توفير فرص العمل. فعليا الكارثة الإنسانية الآن في العراق لا فقط في الفقر، هناك أيضا يعني تقارير تتحدث عن ارتفاع معدلات البطالة وأيضا ارتفاع معدلات يعني قلة التعليم أو يعني عدم وجود نظام تعليمي فعال يعني من شأنه أن يرفع من سوية هؤلاء المواطنين. يعني ارتفعت نسبة البطالة فعليا خلال السنة الماضية إلى 25% و30% على التوالي، مقارنة ب 12 و19% يعني قبل بدء الحرب على ما يسمى تنظيم داعش. أيضا قدرت خسائر البنى التحتية في عدة محافظات بنحو 350 بليون دولار نتيجة تدمير نحو 80% من هذه المساكن. يعني الكارثة الإنسانية أستاذ إيناس، وسط كل هذا الدمار والمتضررين، يعني الحكومة في العراق لم تضمن النازحين أو لم تجعلهم ضمن الفئات الأكثر فقرا في العراق، ماذا يعني ذلك؟ يعني فعليا هناك على ما يبدو ازدواج في يعني في المعايير لدى الحكومة. هي تعتبر أن الفقراء هم الأشخاص الذين يعني هم تحت خط الفقر ولكن الموجودون في بيوتهم، وتستثني فئة النازحين من هذه الأرقام، على الرغم من أن النازحون هم الأولى بالرعاية في هذه المرحلة. هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا بيوتهم، فقدوا كل ما يملكون فعليا، وأيضا يعيشون في ظروف مأساوية في الخيام التي خصصت لهم، وهناك جزء كبير منهم الآن يعاد قسرا إلى المحافظات التي خرج منها، يعني على الرغم من عدم وجود حتى بنى تحتية في تلك المناطق. لذلك يعني لا تأخذ يعني هناك عدم جدية في التعامل مع هذا الملف من قبل الحكومة، وهناك استبعاد كامل لحقوق هؤلاء النازحين وعدم يعني الالتفات لهم. هذا الأمر فعليا هو من وجهة نظر قانونية مخالف بالمطلق لاتفاقيات جنيف الأربعة التي يعني أقرت الحماية لكافة المدنيين في حالات النزاع المسلح، والذي جرى في العراق فعليا من مما يسمى الحرب على داعش هو فعليا نزاع مسلح داخلي كان الأولى به أن يعني يتم إيلاء الاعتبار الأول للمدنيين بالدرجة الأولى قبل وأثناء وبعد الحرب أيضا، ولكن هذا الأمر ما لم نلمسه كمنظمة حقوقية على أرض الواقع في العراق. نعم، يعني أكثر من 4 ملايين عائلة هؤلاء النازحين، يعني شريحة كبيرة من العراقيين عرضة للفقر تركوا وللبطالة واستخدام المعونات كورقة للضغط على المشاركة في الانتخابات لصالح الحكومة. ما المسؤولية القانونية التي ستترتب على ذلك أستاذة إيناس؟ يعني إن كان هناك أي نية أو نوايا سياسية معينة لإعادة بعض النازحين إلى بلدانهم أو إلى مناطقهم من أجل انتخابات أو ما شابه، هذا الأمر يعني يعد فعليا استغلال لظروف هؤلاء الأشخاص، وهو أمر بالمطلق مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية. لا يجوز
ابدا اعاده اي شخص الى اي منطقه لا يؤتمن فيها على حياته قصرا، يجب ان تكون العوده طوعيه بالمطلق. وايضا بالاضافه الى ذلك، ان كان هناك يعني بعض الممارسات الممنهجه لاعاده هؤلاء الاشخاص من قبل الحكومه قصرا، هذا الامر ان حصل فعليا قد يعرض الحكومه الى مساءله دوليه ومسؤوليه دوليه، وهذا الامر فعليا قد يرقى الى جريمه حرب اذا كان هؤلاء الاشخاص في خطر ان عادوا الى المناطق التي خرجوا منها. لذلك لابد من ان يتم اولا مراعاه المصلحه الاولى للمدنيين واستبعاد اي اهداف سياسيه او اهداف يعني من قبيل التغيير الديموغرافي في المنطقه. المرحله الحاليه مرحله حرجه، ويجب ان يتم يعني يجب ان تكون الحكومه على يعني ادراك بان المدنيون هم يعني في المقدمه. اذا لم تكن الحكومه على مستوى المسؤوليه، ماذا عن دور الامم المتحده في ظل هذه المؤشرات المرتفعه لمعدلات الفقر في العراق؟ فعليا الامم المتحده والمجتمع الدولي ككل يجب ان يقف موقف حازم في مواجهه الازمه التي يعيشها العراقيون الان. يعني قبل او اليوم اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيقوم ب يعني دعم الوضع الحالي في العراق، وسيقوم باعداد برامج لاعاده اعمار العراق، وخاصه فيما يتعلق بالمحافظات التي دمرت يعني بشكل كبير وتضررت بشكل كبير مثل الموصل. يعني ولكن هذه المساله يجب ان يتم ربطها بمكافحه الفساد في العراق. لا يكفي فقط الحديث عن اعاده اعمار، هناك ايضا يجب أن يكون هناك تنمية لكافة المجتمع الذي فقد كل شيء فعليا في هذه الحرب، والذي يحتاج من المجتمع الدولي النظر إليه في هذه المرحلة. نشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من عمان. شكرا لك.